صراحه الموسم داز موسم رائع. اليوم كانت مقابله 61، باش دوز 61 مقابله في موسم واحد راه شيء كثير. الحمد لله كل شيء داز على ما يرام. خدنا واحد جوج الكؤوس اللي هي غاليه، ماشي بالسهل تاخذ جوج الكؤوس في ظرف وجيز. الحمد لله فريق عريق، فريق قوي مثل الرجاء البيضاوي بالجمهور ديالو باللاعبين ديالو، صراحه يبقى شيء كامل في الذاكره. بالنسبه للرحيل ديالي كانت مشاورات مع العائله ديالي الكل، والحمد لله انتقلنا لواحد الفريق اللي هو فريق زوين في الضمك السعودي، ونتمنى حظ موفق ان شاء الله ليا وفريق الرجاء البيضاوي مستقبلا. واللي كيبغي الخير راه كيلقى الخير، وتبارك الله على الجميع. و هادشي اللي غادي نقول. رساله ديالك للجماهير الرجاويه؟ رساله للجماهير الرجاويه، قلت لك جماهير جمهور قوي كيحب النادي ديالو، كيحب اللاعبين ديالو، كيحب اللوغو، يعني راه تبارك الله. فجمهور كيف كنقولوا حنا متكامل. نزيد نتمنى ليه حظ موفق ان شاء الله مستقبلا، ويزيد يطور راسه في الحب للنادي ديالو. وتبارك الله عليكم والله يسهل.